عايزه اقول النهارده طبعا حاجه حلوه قوي بتساعدنا في الفونغ شوي ان احنا نجذب لحياتنا شريك الحياه او نخلي الطرف الاخر يحبنا سواء راجل او ست. طبعا الراجل بيبقى عايز تكون في عروسه حلوه في حياته او شريكه في حياته العاطفيه، والست طبعا اكيد عايزه تجذب شريك الحياه او تلاقي اللي يحبها. فطبعا من حاجات الفونغ شوي اللي بتقدر تجذبها وتخلي كل حبايبك كتير يجروا وراك وكده، ان احنا دايما يكون عندنا منظومه جميله في حياتنا، ان احنا يكون عندنا حاجات زوجيه، يعني يكون مثلا نقدر نجيب بطه ووزه او بطتين جنب بعض تعبر عن الشراكه والحب والحياه الزوجيه راجل وست. يمكن أنا كان في حاجات كتير كنت بشوفها في بيوت أجدادنا وأهلينا زمان، كان دايما عندهم التابلو بتاع روميو وجولييت اللي هي يعني قصص الحب القديمة الحلوة، تلاقيها دايما موجودة في التابلوهات بتاعتهم، بتلاقيها في اللوحات بتاعتهم، بتلاقي مثلا في الخداديات، حتى القنفة كانوا بيشتغلوها تعبر عن الحب والجواز ست وراجل. دايما ساعات كتير الحاجات دي بتلاقينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي وعصر السرعة والشقة والتعب والمجهود، ان الست ما بقتش ست. الست عايزة تبقى ست، تبقى زي ما احنا بنقول تبقى يين، طاقة اليين، تبقى طاقة انثوية حلوة، الكعب العالي، الفساتين الواسعة، البلوزات، الضحكة الجميلة، الابتسامة بتاعت زمان اللي هي تحسس الراجل ان هي ست او ليدي او هانم. الراجل عمره ما يكون عايز يتجوز واحد راجل زيه، يعني لان طبعا معروفة الراجل دايما هو اللي بتحمل المشاق والحياة الصعبة وبتحمل البيت وهو اللي بيصرف فريق القوامة. فما ينفعش أبدا تبادل الأدوار، إن هو تبقى الست تعمل كل حاجة وهي اللي تقوم تنفق وتشتغل وتربي الولاد وتوصل العيال في المدرسة، لأن هتبقى توصل للطاقة الذكورية. والطبيعي إن الراجل مش عايز يتجوز راجل زيه يعني بطاقاته. فخلي دايما طاقتك تبقى طاقة ست ليدي، حافظي على الانوثه الصغيره اللي جوه دي، بتجذب طاقات مش طبيعيه بتخلي كل الرجاله يحبوكي. يعني حته دي نحافظ عليها قوي، ان انت تبقي طاقتين، يعني هانم ليدي، كعب العالي، فساتين تحسيها ان هي ستاتي شويه. نيجي بقى لطاقه المكان، كطاقه مكان تحافظي دايما على تواجد كل ما يعبر عن الشراكه، عن الحب، عن الجواز، زي جدتك زمان ومامتك زمان، طبلوهات الروميو والجولييت اللي كانت ماليه البيت، الحاجات الفرنساوي القديمه اللي هي اللي كان لها راجل وست بيرقصوا، والفالس والرقص والحاجات القديمه اللي كانت بتخلي فيه زواج معمر والراجل يفضل يحب مراته على طول والبنات بيتجوزوا بسرعه. زي ما انا عامله النهارده هنا في بيتي، حاطه طبعا حاجتين مخصوصين ل راجل وست، يعني دي تعبر عن الشراكة في الجواز راجل وست. فأنا حبيت إن هم يكونوا متواجدين مع بعض. لما نزلت اشتريت حاجة فعجبتني جدا إن أنا يكون عندي حاجتين مع بعض تعبر عن الشراكة. ممكن حاجة زي كده برضو إن هي يبقى فيه وردتين، يعني ناس كتير بتسألني طب أنا ممكن أحط ورد صناعي؟ ممكن أحط ورد قماش، ممكن نحط حاجات حرير، أي حاجة بتعبر وردتين، يعني الشراكة ما يكونش وردة واحدة تعبر عن السيطرة والانفراد والتحدي، فهتبقى الست لوحديها سولو في حياتها. حاجة تانية برضو ممكن تعبر عن الشراكة، اتنين يعني شكل ست وراجل مع بعض يعني لذيذة يعني، فبتعبر عن الشراكة. نيجي نبص لحاجة تانية كمان هوريها لكم النهاردة، كريستالتين، بطتين بحبهم قوي، كريستال، حاجة بتعبر عن الراجل وحاجة بتعبر عن الست، ممكن مع بعض، ممكن نربطهم بشريط أحمر يعبر عن المشاركة والشراكة. كتير ناس بتقولي طب نحطهم فين أو مكانهم فين؟ زمان بيحطوهم في أي مكان، يعني في أي حتة، في غرفة المعيشة، يمكن أنا حطها في مكان مفتوح عندي عشان بيت فيه مساحات مفتوحة كتير ومكان مدور، وحطهم على ترابيزة مدورة،
فدي من الحاجات اللطيفة اللي ممكن تعبر عن الشراكة والحب. ممكن أحطها في المكان ده، حطها في مكان تاني، حطها في حتة تانية. ممكن أستعمل برضو الكريستال، الكريستال الروز، الروز البامبا الزهري، اللي هو تحسي كده العاطفة والانسجام بتاع العرايس والبنانيت واللون البامبا. فحلو قوي وجود الكريستال في حياتنا، ان احنا نحط كريستال روز كده او كريستالتين زي ما انتوا عايزين. حاجة برضو بحب اقول لكم عليها، بلاش الترابيزات المستطيلة على طول عشان فيها ابواز، دايما خلوا فيه ترابيزات مدورة. الترابيزات المدورة بتعمل مسارات طاقة متحركة، تخلي الانرجي او الطاقات متحركة، يعني زي ما تقولي كده ما تبقاش شديدة، لان البوز سواء البوز المقفول او البوز المفتوح دي طاقات سلبية دايما بتجمع حاجات مسارات طاقة مش لطيفة. يعني دي كانت حاجة بسيطة ازاي تقدري تدخلي الحب وطاقة المحبة وطاقة جذب الشريك لك حياتك، ان انت حيتي نفسك بكل الطاقات اللي هي تعبر عن الشراكة والحب. يعني خليكي من الاول حبيبة.